ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. كما العادة خرجنا الشارع البيضاوي، كل إعادة فيها إفادة، باش غنسولهم واش الوداد البيضاوي قادرين يجيبوا التأهل من تونس. إذا بغيت تعرفوا واش الوداد البيضاوي قادرة تجيب التأهل من تونس، أجوا معايا. الوداد البيضاوي انتصر على فريق الترجي التونسي في أفريقيا ليغ بواحد الظروف مباراة الذهاب. مباراة الإياب تكون غيكون الضغط على فريق الترجي التونسي، غادي يبغي ماركي حيت فريق الوداد البيضاوي لحد الآن كاليفي. درنا تعادل لواحد لواحد، حنا كاليفي ضربنا عليهم بيتلي باش يدوزوا، خصهم يماركيو عندنا ثلاثة أهداف. يعني 70% الوداد، فريق الوداد البيضاوي كاليفي، وفريق الوداد البيضاوي عنده لاعبين كبار، لاعبين مخضرمين عندهم تجربه، كاين لاعبين اللي فازوا بعصبه الابطال، كاين لاعبين اللي لعبوا مشاو وصلوا للدمي فينال ديال لا كوب دي موند. بنك الاحتياط في لاعبين كبار مهاريين. هي وداد الامه، يعني وداد الامه ان شاء الله غادي يكون التسير، وعندنا فرقه زوينه، دراري تيلعبوا مزيان. ان شاء الله العزيمه وغادي تكون شي حاجه، غادي تحل هذيك العقده ان شاء الله. النتيجه ديال النهايه غادي نزيدوهم تما واحد ان شاء الله باذن الله، حيت الترجي حتى هي فرقه كاينه. التأهل وغادي تما كنربحوهم تما ان شاء الله، وغادي نجيبو فهمتي كندوزو للفينال، وغادي نفرحو كاملين وغادي ننصتو كاملين. وراه عطيناهم فهمتي جيناهم هنا عطيناهم شويه وتما فينا نصدموهم، ما درنا والو. اما بيت واحد راه ما كافيناش، راه باقي عندنا خصنا نربحوهم تما في وسط التيران. اول حاجه دوت تقنيا، بعدا تبارك الله على هذه الرمزي المدرب حمر لنا وجهنا، الدراري تقاتلوا. كاين بعض اللعابه اللي شويه ولكن الريتم كان طالع. كنتمنوا اخويا في الرجور ان شاء الله معولين اخويا على المدرب، وتيقين فيه وتيقين في اللعابه وتيقين في الجمهور ديالنا ان شاء الله. كنتمنوا الدعاء ديال المغاربه ان شاء الله، وديما وداد ديما وداد ديما وداد.